يركب مصانع عربي في مكان مفتوح في ادوات عسير نفط فرض ونتحكم بالحصان وقت الاحتلال وطريقه التحكم عند الطرق الاخرى انا اخليها على طريقه اخرى لان الحصان التحكم فيه اقل في اماكن تكون فيها ولوره زي جبال منبل وغيره فخلي الحصان يسوي اللي يبغاه عشان ما يطيح في الجبل او طرف الجبل هذا صح اذا ما قلت لك انا فنكت في الموضوع صحيح لو فرضنا صحيح يعني اركب بطريقه تخليه لو كان في جبل ما يطيح وانت ما راح تركب جبل يعني اخليه يقمص يطيحني اخليه ينطلق يطيحني اخليه يروح يطيحني عشان لو كنت في جبل ما يطيح في الجبل ايه انا زي اللي اقول لك هذا لو كنت راكب الحصان ونفع في الوقوف طب لو كان جاي اسد وما قدر يقوم ياكلك الاسد زياده او يرجع لليد ما يسحب فما تبر عمره تعود